هناك تغييرات بشكل جذري في المواقف الأمريكية في اللحظات الأخيرة، أو بالأحرى وبالأصح هناك تهديدات وصلت إلى حد التهديدات من قبل الأمريكيين، وخاصة التي أطلقها المستشار الأمن القومي بولتون في إسرائيل قبل مجيئه إلى تركيا، عندما تحدث بشكل مباشر فيما يتعلق بموضوع حماية الأكراد. وأعتقد هذه هي نقطة خلافية بين الطرفين طيلة الفترة الماضية. كما تعلمون أن السبب في قيام تركيا أو عزمها على القيام بشأن عملية عسكرية في شرق الفرات هو دحر تلك المنظمات أو الميليشيات الإرهابية عن حدودها، ومنع قيام أي كيان كردي على حدودها. لكن لاحظنا أن هناك تغيير في المواقف الأمريكية، التصريحات الأمريكية. الرئيس الأمريكي عندما اتفق مع رئيس طيب أردوغان في 19 ديسمبر الماضي عندما قال بأن الانسحاب سوف يكون خلال فترة قصيرة